أهلا بك معنا سيد أدهم. في البداية قيم لنا إجراءات وزارة الصحة في العراق، هل هي إجراءات كافية وافية وتجدها موازية لإجراءات باقي الوزارات في باقي دول العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكرك على الاستضافة الكريمة وقناة السومرية القنوات المفضلة لي أنا شخصيا. شكرا لك. الله يخليك. شوفي حقيقة احنا جميع الإجراءات اللي اتخذناها، لأنها كانت كل إجراءات وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، هي تماما ما يجرى في كل بلدان العالم. بالعكس احنا كنا مسابقين البلدان يعني خطوة، دايما قراراتنا كانت أسرع، سواء قفل الحدود أو منع التجمعات أو الحجر المنزلي أو حتى الكيرفيو أو زي ما بيقولوا عليه حظر التجوال. كل القرارات دي طلعت، أو حتى قفل المطار، احنا يمكن قفلنا المطار قبل مطارات كتير ما تتقفل. فكل نعم القرارات اللي خدناها هي متسقة وكانت أسرع بخطوة من كل الدول الحقيقة. نعم فأنا طيب يعني نعم طيب لدينا دول كبيرة تتمتع بأنظمة صحية على مستوى عالي لكنها شهدت أعداد كبيرة من الإصابات، لدينا إيطاليا، لدينا أيضا في هذه الفترة الولايات المتحدة. هل تعتقد العراق سيكون قادر على تجاوز هذه الأزمة أم أنه في المرحلة القادمة على أعتاب تسجيل أعداد كبيرة وجديدة من الإصابات بكورونا؟ طبعا اشكرك على السؤال لانه بيدل على وعي كامل من حضرتك ومن المعدين. شوفي حضرتك، شكرا هقول لك. لك على حاجه، مقاومه اي مرض في الدنيا البني ادم قدامه سلاحين، سلاح الوقايه او سلاح العلاج. كل الدول اللي حضرتك ذكرتيها في السؤال كانت بتعتمد على سلاح العلاج، نعم كانت متخوفه من الوقايه لانه سوف يؤثر عليها اقتصاديا او سياسيا او والى اخره. وحضرتك عارفه طبعا في دول اوروبا المال وجميع الاعمال المرتبطه بالمال عندهم اولويه قصوى، هم والولايات المتحده. فاعتقدوا انه الانظمه بتاعتهم سوف تحميهم من الفيروس، وانه حتى لو دخل هو تحت السيطره. هذا الفيروس سيدتي اثبت انه ليس تحت السيطره، هذه جائحة عالمية لا تستطيع دولة السيطرة عليها، وبالتالي حدث ما حدث. النظام الصحي في العراق أقل من الدول دي كثيرا، نعم فلم يكن معنا سيدي إلا سلاح الوقاية في اليد، سلاح العلاج لم يكن متوافر ولم يكن بالدقة الكافية لننقذ بها العراقيين عندما يدخل الفيروس. أما وأن ده كان رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، إنه ما كانش في إيدينا غير السلاح ده، فاستعملناه بكل قسوة وقوة، اللي خلى الأرقام لحد النهاردة في المتناول. فأنا طبعا يعني ساعات الواحد ايه، رب ضارة النافعة، لما كل واحد ما عندوش غير سلاح واحد ويستعمله أقوى ما يمكن، أثبت فعالية أكثر من إني معايا يبقى معاه سلاحين ويقعد يحسبها ويحسب الاقتصاد نعم والعمال والشركات. فده اللي حصل في الدول الأوروبية وأمريكا ولم يحدث عندنا الحمد لله. طيب رغم أن العراق استخدم هذا السلاح الذي ذكرته سلاح الوقاية وعلى مستوى عالي، لكن هناك في المقابل من ينظر بتشاؤم كبير للعراق ويقول أنه قد يتحول إلى بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط على غرار إيران مثلا، ما هل ممكن أن يحدث ذلك كوجهة نظر صحية بحتة؟ هل ممكن أن يتحول العراق إلى بؤرة فعلا لفيروس كورونا في الشرق الأوسط؟ شوف هيك على حول لحضرتك على حاجة. أنا إذا ما كنتش أعمل كل ما في جهدي وفي وسعي كمواطن وكدولة إن أنا أمنع تفشي الوباء عن طريق كل التحذيرات اللي بنقول عليها، أنا لسه بشوف ناس بتستخف بيه، لسه بتفرج على فيديوهات ناس بتستخف بالماسكات وبتستخف بالكورونا وبتعتقد إنه أمشي كده وأعمل تجمعات ولا هيحصل لي حاجة. اللي طالما لسه مستخفين ممكن جدا الامور تفلت بره الزمام وتفلت بره يد الدوله، وبالتالي يحصل تفشي كبير. لكن واثق تماما ان لو شعبنا الجميل التزم بما نقوله، كله يقعد في بيته 14 يوم، هنمنع ان الفيروس يتداول وهنوقف القصه دي 1000000%. لكن هل نحن ملتزمين؟ انا ببص للشعب العراقي وبقول له هل انت مستعد للالتزام؟ هل أنت مستعد تحمي أولادك وأجيالك القادمة؟ الأمر في يدك. نعم طيب سيد إسماعيل، الآن الكثير من العراقيين يعولون على ارتفاع درجات الحرارة، هل هذا الشيء هو صحيح علميا؟ منظمة الصحة العالمية ذكرت في وقت سابق أن التعويل على انتهاء الفيروس بمجرد ارتفاع درجات الحرارة هو أمل زائف، لكن هناك أيضا البعض الآخر يقول هناك احتمال طفيف جدا بأن يقل الفيروس بارتفاع درجات الحرارة، أي الفرضيتين هي الأصح؟
هو طبعا احنا متوقعين ان الفيروس يتصرف زيه زي العائله اللي جاي منها، عائله كورونا، نعم انه يتصرف بالطريقه دي، انه عند درجات حراره اقل من 30 درجه مئويه يخمل نشاطه، اقل سوري اكثر من 30 درجه مئويه واكثر من 55 بيموت. ده كل العائله اتصرفت كده، لكن هذا الفيروس اثبت انه هو غريب الشكل، سريع التطور، ممكن يتحمل درجات حراره اعلى، الله اعلم. ف يعني نحن نامل ان يكون الابحاث الثانيه، الصنف الثاني اللي حضرتك قلتيه، وخصوصا ان درجات الحراره في العراق في الصيف بترتفع، نعم ان نقضي عليه بالحراره. لكن ليه نستنى لشهر 7 وشهر 8؟ ليه ما نقضيش عليه في اخر شهر ابريل بالالتزام بتعليمات الصحه العالميه والحكومه؟ ليه لا؟ ليه ما نعملهاش؟ الشعب اللي يهزم داعش يقدر يهزم اي حاجه في الدنيا. نعم طيب هذا نتمنى من الشعب أن يسمعك وأن يطبق كل ما ذكرته. شيء مهم الآن نعول على وعي المواطن بدرجة أساسية أيضا. طيب سيد إسماعيل، ماذا بشأن الأدوية التي تقال الآن في الإعلام ويتحدثون عنها، كلوروكين على ما أعتقد وأدوية أخرى، هل فعلا وجد علاج ناجح بمقاومة فيروس كورونا، أم أنه إيجاد علاج له سيستمر إلى مدة سنة أو 18 شهرا؟ يعني طبعا انا يعني هو من اول يوم زي ما قلت يعني كذا مره، يمكن اعيد على مسامع حضرتك، نعم اول مره المرضى انتقلوا فيها الى مستشفيات في الصين مرض غريب مش عارفين يدوا لهم ايه، فجربوا معاهم ادويه كثيره من ضمنهم الكلوروكين وهو دواء انتي ملاريا، فوجدوا استجابه ان المريض يعني فمن اول يوم او من اول ايام الصين استعملت الكلوروكين، ومع ذلك يعني مات عند الصينيين رقم كبير من الناس، حوالي 8000 واحد. فيعني اوكي هو علاج وعلاج يعني يمكن يكون علاج، لكن احنا ما كشفناش عن اضراره، السايد افكتس او الاضرار الجانبيه. كل اللي عملناه ان اديناه للمرضى ارتاحوا شويه، مش كل الناس خفت عليه زي ما الناس بتقول، والا ما نعم كانش بقى في مرضى في الصين، ما كانش بقى في مرضى في ايران ماتوا، ايران كمان استعملته من اول يوم، ومع ذلك الوفيات في ايران انا ببص عليها دلوقتي حوالي 2500 شخص. نعم ف يعني هو بينفع في بعض الحالات، يعني استعمل بدون ابحاث، فبالتالي محتاج الى ان نبحث فيه جيدا، والابحاث دي لاجازته كعلاج لمرض كورونا رسمي لابد ان ياخذ على الاقل 9 شهور من الابحاث المعمليه، ثم بعد كده نجيزه للاستعمال اللي هي الهيئات الرقابيه على الادويه. غير كده يبقى احنا بنديك علاج على سبيل انه فلان جربه ونفع، لكن دي مش طريقه علميه للعمل. وبالتالي لا نستطيع ان نقول، يعني ساعات بضحك انا لما الشركات تطلع تقول احنا وجدنا علاج في فرنسا وفي كل مكان، وجدت علاج ايه؟ ده الصين مستعملاه من اول يوم الكلوروكين، هذا دواء للملاريا واثبت بالتجربه انه ممكن يؤدي الى تحسن في الاعراض الظاهريه وممكن يؤدي الى الشفاء، لكن ده مش اكيد بنسبه 100%. نعم أشكرك على كل هذه الإيضاحات سيد أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، شكرا جزيلا لك.